الصلاة هي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها. الله أكبر. تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة معراج في السماء، اللهم صل وسلم، خلاف سائر الشرائع. دل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. نعم. يقول: الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث بني الإسلام على خمسة: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فالركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهي عمود الإسلام. نعم، ما انتهينا منها؟ طيب معلش، خلينا الحين بدأنا بالصلاة نرجع لها إن شاء الله. فهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي عمود الإسلام، فالحد الفاصل بين الإيمان والكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في جهنم. وما اتبعوا الشهوات إلا بعدما أضاعوا الصلاة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم يعني: وإلا ليسوا بإخواننا بالدين، ليس إخواننا في الدين إذا ما أقاموا الصلاة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلونهم. يفهم من هذا أن إذا ما أقاموا الصلاة يقاتلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني إذا ما أقاموا الصلاة يقاتلون. فالصلاة شأنه عظيم جدا، وهذا الكلام يحتاج حتى المصلي. لماذا؟ حتى لا يضعف يوم من الأيام عن الصلاة، لابد أن يعرف المصلي. شوف، المصلي يعرف أهمية الصلاة وفضل الصلاة وتأكيد وجوبها حتى يبقى متمسكا بها حتى يلقى الله عز وجل. كما أن المصلي يحتاج معرفة هذه الأدلة ليدعو إلى الله عز بها. فالصلاة أطول أبواب الفقه تتعلق بالصلاة، أطول أبواب الفقه تتعلق بالصلاة. حتى الكتاب الذي تقدمه كتاب الطهارة هو متعلق بالصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ففضلها عظيم وأهميتها كبرى في الإسلام. قال: وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثير من أنواع العبادة، من ذكر لله وتلاوة الكتاب وقيام بين يدي الله وركوع وسجود والدعاء والتسبيح وتكبير. حتى أن أهل العلم قالوا: العبادات إما أن تكون قلبية أو بدنية أو قولية أو مالية. هذه العبادات، ما من عبادة إلا ما تكون عبادة قلبية أو بدنية أو قولية باللسان أو مالية. فالصلاة ما هي العبادات؟ قلبية، نعم تشتمل على القلبية، فروح الصلاة ورب الصلاة الخشوع، والخشوع عبادة قلبية. الطمأنينة، الإخلاص لله عز وجل، الصلاة. فما في شك ولا ريب أن الصلاة تتعلق بإيش؟ بأعمال القلوب. بدنية واضح، فيها قيام، فيها ركوع، فيها اعتدال، فيها سجود، فيها جلوس بين السجدتين، فيها سجدة ثانية في كل ركعة، فيها جلوس التشهد، فيها سلام، فيها رفع يدين، فيها جلسات
يعني فيها عبادات تعتبر من أركان الصلاة، فيها عبادات بدنية من أركان الصلاة، في عبادات بدنية من واجبات الصلاة. طيب قولية واضح، فيها قراءة القرآن، فاتحة، ركن من أركانها، فيها التكبير، فيها التسبيح، فيها التسميع، فيها التحميد، فيها السلام، فيها التحيات، فيها الصلاة الإبراهيمية، تشتمل على عبادات قولية. كذلك تشتمل على عبادات مالية. كيف مالية؟ فيها ستر عورة يشترى بالمال، فيها انقطاع عن التجارة والذهاب إليها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكون يترك البيع، يترك المال، يترك الأرباح من أجل الصلاة، معنى هذا إيش؟ ضحى بالمال وضحى بالبيع والشراء لأجل أن يذهب إلى الصلاة. وقال جل وعلا: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فكون الإنسان يذهب إلى الصلاة يحتاج يركب دابة، سيارة، أيضا هذا بمال، يحتاج يستر عورته، ستر عورة شرط من شروط الصلاة، يتعلق بالمال. الصلاة عظيمة جدا، وذلك قال: وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، يعني إلا وجاء بها الرسل جميعا يصلون لله عز وجل. وقد فرضها الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء. إن هذه العبادة خاصة فرضت ليلة المعراج في السماء، وكانت قد فرضت كم؟ 50 صلاة. تصوروا لأن هذا الحكم بقي محكما ألزمنا به، شق علينا شقة شديدة نصلي في اليوم 50 صلاة، صعب جدا. لكن رحمة الله عز وجل وموسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة بعد الله عز وجل، إذ راجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، أني قد عانيت من بني إسرائيل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فحط 5. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فحط عنه 5. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام، يراجع ربه يحط عنه 5 5 حتى بلغت 5 صلوات. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ففرضت 5 صلوات، هي 5 صلوات في الأداء و50 صلاة في الأجر. لاحظ، أنت بتصلي صلاة واحدة الحسن بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فتؤدي 5 صلوات، يكتب لك الله عز وجل يوميا في كل يوم وليلة 50 صلاة، أجر 50 صلاة. هذا من رحمة الله عز وجل. فالمسلم يعني يجد شيئا عظيما في القيام للصلاة. وقد استحضرت شيئا من ذلك، لما تقوم لصلاة الفجر ماذا يحصل لك؟ احسب، لما تقوم وتذكر الله عز وجل تنحل عنك عقدة، لأن الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيعقد على قافية 3 عقد، يقول: نم وراك ليل طويل. فإذا ذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فيصبح طيب النفس. توضأ، ذكر الله، وتوضأ وصلى. وإلا يعني لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي، أصبح خبيث النفس كسلان. فانظر ماذا يحصل لك إذا استيقظت لصلاة الفجر لتصلي، تذكر الله وتوضأ وتصلي، فتصبح طيب النفس. طيب إذا توضأت لصلاة الفجر خرجت ذنوبك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا ما ذهبت المسجد، ما زلت في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل وجهه خرجت خطايا، كل خطيئة نظرتها أو أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج خطاياه، كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج خطايا، كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طيب خرج من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة 8. هذا بعد ما ذهب إلى الصلاة لحد الآن.
إذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوجه المسجد وقال الذكر الذهاب للمسجد ودخل المسجد وقال الذكر دخول المسجد، خطوتاه إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. إذا دخل المسجد ليصلي سنة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه السنة، والفريضة كما تكون معلوم أنه أعظم أجرا وفضلا من النافلة. إذا النافلة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بعد صلاة الفجر؟ إذا قام يصلي أوتي بخطاياه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت. إذا تساقط الآن ذنوبا مع الماء ومع قطر آخر قطر الماء. خطوتاه إلى المسجد إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحطها خطيئة. صلى بذنوبه توضع على عاتقيه، فكلما ركع سجد سقطت. إذا قام وصلى الفريضة فهو في ذمة الله، في هذا اليوم هو في ذمة الله وفي عهد الله، لأنه صلى الفجر في جماعة، وكأنما قام الليل كله إذا أدرك صلاة الجماعة الفجر إذا صلى الفجر. طيب إذا صلى وجلس في مصلى فلا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفره، تقول اللهم اغفر له والله ارحمه، ما دام في صلاه في مصلاه ما لم يحدث. طيب أخذ يقول الأذكار بعد الصلاة، فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، فتلك 99. فإذا قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. طيب إذا جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس، يذكر الله والذكر، ولذكر الله أكبر، يقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل معنى ولذكر الله أكبر يعني أكبر من الصلاة ذكر الله، وقيل أن أكبر ما في الصلاة ذكر الله، أكبر شيء فيها ذكر الله. فإذا جلست تذكر الله وتقرأ القرآن، وقراءة القرآن أعظم العبادات القولية، يقول بعض العلم المحققين أعظم عبادات القولية قراءة القرآن ثم ذكر الله ثم الدعاء. وفي عبادة أخرى الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو المعروف نهي عن المنكر، النصيحة، كل عبادات قولية، لكن أعظمها على الإطلاق قراءة القرآن. الحرف بعشر حسنات، هذا مشروع قوي جدا مربح، شيء ما يتخيل العقل. الحرف بعشر حسنات، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرف من كتاب الله فله حسن، الحسن بعشر أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا جلست تقرأ القرآن تذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء ترتفع قد الرمح، ثم صليت ركعتين كان لك عدل أجر حج وعمرة تامة تامة، هذا كله يحصل لك في هذه الفترة الصباحية. وتقسيم الأرزاق، تقسم الأرزاق إيش في الصباح، وقت مبارك ما ينبغي لطالب العلم أن يضيعه، ينام كل يوم كل يوم طول السنة، هذا ما ينبغي، هذا محروم، شيء عظيم. الذهن يكون صافي لقراءة القرآن، لطلب العلم، لذكر الله، لحفظ القرآن، لمراجعته، وقت مبارك، كل هذا ببركة قيامك لصلاة الفجر. شيء عظيم الصلاة، عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني يعني ما تقر به العين ويفرح به، يقول أرحنا بها يا بلال. الصلاة إذا اعتادها المسلم لو فاتته كأنه شيء من 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 بدنه قد فقده، لكن الذي لا يبالي فإنه ما يدري دخل الوقت ولا خرج، الأمر عنده سيان. فإياك أن تبلغ هذه الدرجة فتكون مهملا مضيع للصلاة، فإن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اليوم فالفواحش منكرات كثيرة جدا وسهلة المنال، سهل الوصول إليها، يمكن تأتيك حتى بدون لا تسعى إليها. فإن لم تكن مقيم للصلاة ومحافظ عليها فإن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني اللي ما يصلي فليس ثم شيء ينهى عن الفحشاء والمنكر، سيقع في الفحشاء والمنكر. وقد وافق لي أن اشتغلت مدرسا في السجن، مدرس مش سجين، مدرس في السجن، فكان بعض المساجين يقول سألت كل النزلاء يسمون النزيل، ما وجدت واحد عندما ارتكب جريمته كان يصلي، يقول كل عامة، هو واحد منهم، يقول عامة اللي سألتهم
واللي يصلون في مسجد السجن. قال لما كنا ارتكبنا جرائمنا سواء فواحش ولا قتل ولا مخدرات ما كنا نصلي. سبحان الله العظيم. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذاك المسلم يقيمها بنفسه ويأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها ويأمر أولاده ويأمر السواق يأمر الخدم. الصلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياته ها كما يقال في أنفاس الأخيرة وهو يوصي بها ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فشأنه عظيم جدا جدا. قال وقد فرضها الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرع، فدل ذاك على عظمتها على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات على الباب النهر، هل يبقى من درنه شيء؟ 5 مرات يغتسل في النهر. قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ففضلها عظيم. قال وفرضيته معلومة من دين الإسلام بالضرورة. معنى بالضرورة يعني من غير أن تبحث على أدلة، واضح الأمر متفق عليه ما يجهل أحد. فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، هذا بالإجماع يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين، يقتل ردة مرتد، هذا الذي ينكر ويجحد شيء اسمه صلاة. لكن تركها تكاسلا ففيها قولان، ومن العلم المحققين من يقول لا حظ له في الإسلام إن تركها ولو تكاسلا، والأدلة ظاهرة تدل على ذلك. فالأمر خطير جدا، فلا بد أن تقنع نفسك جيدا أن الصلاة لا تترك. لو اقتنعت أن من تركها حتى تساهلا فقد كفر فهذا جيد، حتى يحملك على أنك ما تتركها ولا تسمح بتركها لأهلك لأولادك، لا تسمح، هذا الشيء لا يتساهل به أبدا، شعار الإسلام. نعم كمل. قال والصلاة في لغتي الدعاء، قال الله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم. قال الصلاة في اللغة الدعاء وصلي عليهم، يعني هنا استعملت الاستعمال اللغوي صلي عليهم يعني ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصلي عليهم يعني ادعو لهم، فهنا استعملت معناها اللغوي. طيب ومعناها في الشرع؟ قال معناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا التعريف، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول إيش؟ هي التعبد لله، هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مخصوصة يعني خصها بالشرع، ليس أي قول ليس أي فعل، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال سميت لذلك اجتمالها على الدعاء، المصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، لذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة لدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. نعم طبعا، يعني الصلاة كانت مشروعة قبل ليلة الإسراء والمعراج، لكن فرضت أصبحت فريضة في ليلة الإسراء والمعراج. قال وفرضت، وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول وقتها على كل مسلم مكلف، يعني لا سبب لها إلا دخول الوقت. ولا يعني هذا أن ليس هناك صلاة واجبة غيرها، في صلاة واجبة غيرها لكن مختلف في وجوبها، كتحية المسجد، كصلاة الاستسقاء، مثل صلاة الجنازة أيضا فرض كفاية. لكن الصلاة التي لا سبب لها إلا مجرد دخول وقتها هي الخمس. وقد جاء في الصحيح أن رجلا ثائر رأس جاء من قبل نجد، يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، يسمع دوي صوته ولا يعلم ما يقول وعارف إيش يتكلم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا به يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ف
فانطلق الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذاك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا هو الإسلام، خمس صلوات. تأمل اليوم يا أخوان بعض الناس الإسلام والإسلام ويدعو لتطبيق الشريعة وعنده مش عارف تطبيق الشريعة ويسوون حزب كبير ويسوون دعايات ويسوون انتخابات ويخوضون ويعادون ويوالون، تجد يا أخوان لا شأن لهم بالصلاة، والله لا يكادوا يتكلمون بالصلاة، يريدون تغيير وإصلاح وكله يتكلم على الأموال والأموال، ها مقتدرات الدولة والكذا والظلم وأموال الأجيال القادمة، ربما الناس اللي تخرج وبعضهم رؤوس يقودون هذا الحراك وهو لا يصلي لله عز وجل ركعة. معنى الإسلام بني على خمس عمود هالبناء، ها إيش ما هو عمود البناء؟ الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. لا يصلي ماذا بقي فيه من الدين؟ ما بقي من الدين، ماذا بقي، ماذا أبقى في دين الله عز وجل متسك به إذا ترك الصلاة؟ إن قال قائل الذي نعرفه أن الشرك والكفر، ومن قال لك أن ترك الصلاة ليس شركا ولا كفرا؟ تبهتم؟ ترك الصلاة شرك وكفر، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ماذا؟ ترك الصلاة. فترك الصلاة شرك وكفر، شرك وكفر. وذاك أهل النار إذا دخلوا النار وسأل عنهم أهل اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ سقر اسم جهنم. أول جواب لهم ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، لأنهم ما يصلون. فالصلاة إذا واحد يريد أن يدعو الإسلام وتطبيق الشريعة والعدل أقم الصلاة. السراق الزناة الفجار غيرهم لو أنهم صلوا لانكسر كثير من الشر الذي في نفوسهم، والله الذي لا إله إلا هو، لترك أهل الفواحش فواحشهم والمنكرات منكراتهم. هذا لا يعني أن هناك من يفعل منكرات وهو يصلي، يوجد، لكن تصور لو أن الصلاة منتشرة ومحافظة عليها أكثر الناس تذهب عنهم كثير من الشرور، كثير جدا. صلى الله يوفقنا وإياكم لطاعته. طيب يقول بدخول وقتها، يعني ليس لها سبب في وجوبها إلا مجرد دخول وقتها، إذا دخل وقتها على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. لما قال على كل مسلم يعني هذا أن الكافر لو صلى لا تقبل صلاته، وهل سيحاسبه الله يوم القيامة لأنه ترك الصلاة؟ مع أنه لو صلى لا تقبل منه؟ الجواب نعم، يحاسب على تركه للصلاة مع أنه لو صلى لم تقبل منه. لماذا؟ لأن لم تقبل منه لأنه لم يأتي بشرط من شروطه وهو الإسلام. ادخل الإسلام وصل فتقبل صلاتك، أما يصلي من غير أن يدخل الإسلام لا تقبل صلاته ويحاسب على تركها. نظير هذا كما لو قيل للنائم المنتقض للوضوء أو الناقض لوضوئه أو الوضوء منتقض قم فصل، لو قام وصل مباشرة ما صح الصلاة، لازم ماذا؟ يتوضأ ويصلي. فيقال الكافر صل، لكن إيش؟ اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ادخل الإسلام وصل. كما أن المحدث قال له صل، مع أنه لو صل مباشرة لا تصح صلاته، يقوم يتوضأ ويصلي. وهكذا الكافر يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ادخل الإسلام ثم يصلي، فهو محاسب على تركه للصلاة، ومع ذلك لو صلى حال كفره لا تقبل صلاته، لابد أن يتقدمها الإسلام. مكلف، كلمة مكلف تطلق على من؟ العاقل البالغ. ولذلك هنا الكلام عن ماذا؟ عن من تجب عليه، لا عن من تصح من. فالصلاة تصح من؟ من المميز وهو دون البلوغ، صلاته صحيحة، لكن الوجوب تجب على من؟ البالغ العاقل. الذي يسمى البالغ العاقل معناه ماذا؟ البالغ العاقل المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. ماذا يسمى البالغ العاقل؟ مكلف. المكلف هو الذي البالغ العاقل، واضح؟ إذا جمع الوصفين يقال عن المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فضوها كذا. طيب قال تعالى
قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضا، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، كتب عليكم القتال أي كتب عليكم أي فرض عليكم القتال. فالمكتوب المفروض يعني هذا من معاني الكتابة الفرض والوجوب. ومعنى موقوتة يعني بأوقات محددة شرعا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فالصلوات موقتة بوقت شرعي لا يجوز أن يتقدمها ولا أن يسبق، يعني لا يتقدم وقتها ولا يتأخر عن وقتها. وإن كثير من الناس يدرك أنه لو قدم عن وقتها ما صحت صلاته، كما لو قام أحد من الآن ونحن بعد العشاء وصلى الفجر ليوم غد، هل تصح صلاته؟ ما تصح. بينما تجد كثيرا من الناس يصلي الصلاة بعد وقتها، قبل وقتها صح، يقولك ما أصلي ما أذن بعد كيف أصلي، طيب دخل الوقت وخرج مثل ما صليت صليها بعد ذلك. فلا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها، كما أنه لا يجوز أن يقدم الصلاة على وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. نعم. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. نعم. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. نعم. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا، ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصلو. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم إن عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. قال: ويلزم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا دليل على أن ما يذهب إليه بعض العامة وربما كثير من العامة أنه إذا نام عن صلاة أو نسيها جعلها مع نظيرتها في يوم غد، يعني فاتته صلاة مثل الظهر نسيها أو نام عنها صليها مع إيش؟ الظهر اليوم الثاني. هذا ما له أصل في الدين، بل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها. وفي لفظ قال: لا كفرت لها إلا ذلك. فما في شيء تدعى عليه الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، تصليها أول ما تستيقظ أو إن كنت ناسين تصليها أول ما تذكرها حتى لو في وقت نهي. واضح؟ من نام عن صلاة نسيها فيصليها إذا ذكرها. طيب، من ترك صلاة متعمدا ثم تاب الله عز وجل، كثير من الفقهاء من الكتب الفقهية من المعاصرين من يقول تقضي الصلوات التي تركتها عمدا، يعني واحد خمس سنوات لا يصلي فتاب إلى الله يريد أن يحافظ على الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي خمس صلوات، كل صلاة مرتين مرتين. طيب وإذا 10 سنوات؟ يصلي 10 سنوات كل صلاة مرتين مرتين. وإذا 20 سنة؟ 20 سنة ما صلى، يصلي ها كل صلاة مرتين مرتين لمدة 20 سنة. هذا الذي 20 سنة ما صلى تقول تعال صل مرتين مرتين، ماذا تتوقع؟ ها؟ ما اعتاد الصلاة، هذا تقول تعال صل مرتين مرتين. هذه فتوى صحيح أن كثير من كتب الفقه يقررها ويقول بها، لكن أولا ليس عليها أمر الله ولا رسوله، فليس في الكتاب ولا في السنة أن من ترك صلاة فليصليها مع نظيرتها، هذا لا يوجد، بل هذا إلى البدعة أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا. فوالله ليس في الكتاب ولا في السنة أن الذي يترك الصلاة متعمدا يكررها مع نظيرتها، لا يوجد. لكنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. سبحان الله، قال من نام عن صلاة أو نسيها، ما قال إيش من تركها،
ما قال من ترك صلاة، قال من نام عن صلاة أو نسيها. قالوا طيب إذا كان نائما أو ناسيا له عذر فيجب عليه أن يقضيها، فكيف بمن تعمد وتركها؟ فهذا من باب أولى يصليها. النائم والناس إيش، معذور أو ليس معذور؟ معذور، بينما الذي تركها متعمدا غير معذور. فمن تركها معذورا يصليها، ومن تركها متعمدا متهاونا لا يصليها. أليس من باب أولى أن يصليها؟ وقد تركها متعمدا، اللي عنده عذر يقضيها، فكيف عبد عذر؟ من باب أولى. هكذا قالوا. والجواب على هذا، أولا هذا ليس عليه أمر الله ورسوله. الله يقول وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى. لماذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله من نام عن صلاة أو نسيها أو تركها فليصليها إذا ذكرها؟ ما قال هذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، ما قال من تركها فليقضي، قال من تركها فقد كفر. انتبهتم؟ الأمر الثالث أن في هذا مشقة على التائبين، وحينئذ تصد الناس عن أن يتوبوا إلى الله عز وجل. تقول تعال اقضي 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 20 سنة، ربما هذا عمره 70، احسب من كم وجب عليه الصلاة لما بلغ والآن عمره 70، تقول تعال اقضي الصلوات، هذا يشق عليه. بل قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل أخي خلاص توب إلى الله عز وجل وارجى لك أن يبدل الله سيئاتك حسنات، ولكن حافظ على الصلاة، استأنف من اليوم رايح حافظ على الصلاة. طيب وما تركته، بإمكانك أن تستدرك شيئا منه بالمحافظة والإكثار من النوافل، أما نوجب عليه يصلي صلاتين صلاتين فهذا والله فيه مشقة، مع أنه ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. أيضا ممكن نضيف نقطة مهمة جدا، وهي أن الذين يقول لهم اقضي أو القول بقضاء ما ترك تعمدا هذا يشجع على ترك الصلاة، إيش رأيكم؟ ها؟ أي والله الذي لا إله له. إن كثيرا من العوام من الصغار الشباب المراهقين اللي واجب عليهم الصلاة ماذا يفعل؟ يتركها، ها؟ يقول أقضيها بعدين، يسافر أسبوع 15 يوم شهر، في الفترة هذه ما يصلي، يذهب إلى رحلة إلى نزهة إلى البر إلى البحر ما يصلي، ما يشغل نفسه بالصلاة، يقول إن شاء الله إذا رجعنا أصليها. فصار هذا القول مشجعا على ماذا؟ على ترك الصلاة. لكن لو قيل لو تركتها والله لو قضيت 1000 مرة لا تقبل، فهذا يدفعه لا يتركها. تبهتم؟ ما دام تقول له أنت أقضي يروح يترك ويقولك أقضي. ثم انظر إلى هذه الفائدة الدقيقة، وهي أن الذي يقضي يشعر أنه خلاص اللي فعلته ها قضيته، اللي فرط فيه عملته. لكن لو قيل له لا والله لو صليت 1000 يوم بدل هذا اليوم لا تقبل صلاتك، يتوب الله عز وجل تبقى إيش، حرارة وحرقة في قلبه على اليوم الذي ترك فيه الصلاة. أما ترك خلاص اللي عليه سويته، متركت سكرت الخطأ اللي فعلته، هذا يشعر بماذا؟ بأنه كأنه ما فعل شيئا، راضي عن نفسه، بخلاف ذاك الذي أفطر متعمدا أو ترك صلاة متعمدا. يقول له لو صمت دهرا ما ينفع، ما دام أنت أفطرت لست مسافرا ولست مريضا، وإذا كانت امرأة ولست حائضا ولا نفساء، على أي أساس تفطرين؟ على أي أساس تفطر؟ الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قال تفطر متعمد. سنفتح باب شر على الناس، كبعض الناس إذا رأى وقع رمضان في نهار في صيف نهاره طويل يفطر، أفطر على راحتي في الشتاء النهار قصير وبراد أصوم، صح؟ أو يسافر لأسبوع أسبوعين، ليش أصلي وتعب نفسي، تعال توضأ، تعال وين القبلة، وتعال خلينا الجاي أتفسح، أتركها وإن شاء الله أرجع بلدي أسبوعين أقضيها أسبوعين. هذا صار فيه تشجيع لترك الصلاة. لكن قل له والله لو تركتها
ها يوما واحدا، لو قضيت ألف يوم لا يجزئ. هذا يحمله على أنه يحرص على الصلاة، وهذا هو الحق، لأن لا دليل من الكتاب ولا السنة أن من تركها فليقضيها، وإنما من نسي، من نوع صلاة أو نسيها، ولم يقل أو تركها، بل قال من ترك فقد كفر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإن كانت لا تجب عليه، ولكن يهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. نعم. كم يجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. هذا يا أخوان فيه مسألة عظيمة جدا، لو تأملها الواحد لعرف فضل الله عليه. يقول: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين. طب 7 سنين وأنت تأمر بالصلاة، كل يوم في كم؟ 5 صلوات، يعني بالشهر كم صلاة؟ 150 صلاة إذا كان شهر 30، صح؟ 150 صلاة. طيب بالسنة كم صلاة؟ ها؟ 1800 بالشهر؟ بالسنة 1800. طيب هو الآن 7 سنين إلى 10 سنوات، 3 سنوات كم؟ احسبها، أتكلم جد أنا، يعني 1800 بالسنة، 1800 بالسنة، 3 سنوات 5400، 5400 فرصة لك تكسب فيها أجر إذا عندك ولد واحد تأمره بالصلاة. شوف الباب الخير اللي فتحه الله لك، 5400 فرصة فيها أجر لك إذا أمرت ابنك في الصلاة. طبعا 5400 ما تكون أنت مع ابنك كل 5400، تارة أنت مسافر، تارة أنت بعيد عنه، تارة أنت في العمل، تارة تارة تارة، صح؟ صف منها كم يعني؟ خليه يبقى لك 1000 فرصة تدعو ابنك للصلاة فيها أجر، 1000 فرصة. طيب إذا عندك أكثر من ابن، عندك 3 4 5، شوف كم الفرص اللي تأتيك في الأجر. هذا تكليف، هذا رحمة من الله عز وجل حتى تكسب الأجر والحسنات. طيب أمرته ولم يستجب، أمرته وعاد ونام، أيضا لك أجر، يعني إذا هو قام للصلاة هذا الشيء، وإذا أمرته ولم يقم هذا ثبت أجرك. طيب عد 7 بلغ 10، تأمره أيضا فرصة ما زالت باقية، تضربه ضرب تأديب ليس ضرب تعذيب. طيب بلغ 10، بلغ 20، بلغ 30، انتهت الفرصة، انتهت فرص الخير، ما انتهت، تأمر هو وغيره من أولاد الناس. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس الخير، هذا أوسع أبواب الخير، بل حتى الصلاة والصيام والزكاة والحج، متى ما مات الإنسان قطع عمله، لكن تعليم الناس تموت وأجرك إيش؟ مستمرا، من دعا لهدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذاك من أجورهم شيئا. تصور، يعني لك أن تتخيل هذا الطفل عمره 7 سنوات، أمرته أمه، أمره أبوه أن يصلي فصلى، فامتثل الصلاة من ذاك الأمر، فبلغ 70 80 90 سنة وهو يصلي، كل ذلك في ميزان والديه. كيف إذا علمه التوحيد وقراءة الفاتحة والقرآن والآداب والأخلاق؟ سوق عظيم الحسنات. فالحديث عجيب لو واحد يتأمله فقط، يمكن نسمعه كثيرا ونقرأه كثيرا، لكن تأمل الفرص التي أتيحت للوالدين خلال 3 سنوات، هذا فقط الأمر، من 3 إلى 7 سنوات، من 7 إلى 10 سنوات، 3 سنوات فيها 5400 فرصة للأجر والثواب، لتأمر أولادك في الصلاة، الولد الواحد، فكيف إذا 2 و3 و4؟
شيء عظيم. شوف فقه الشيخ هنا الدقيق، أنت تأمر ولدك بالصلاة فيأتي بحديث الحج ليبين لك أن هذا الذي يأمر بالصلاة له أجر، لأن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، هي حملته تحج فيه، وهذا لا يسقط عن 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 الصبي حجة الإسلام، إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام ولكن له أجر، لكن الوالدة التي حملته وتحج فيه لها هي أجر. فابنك إذا أمرته، ابنتك إذا أمرته بالصلاة فأنت لك أجر حتى لو لم يصلي، حتى لو لم يصلي. طيب واحد يريد أن يأتي بأولاد وتجد 1000 واحد يعرضه من القريب والبعيد واشتك بالأولاد وأذية ومسؤولية وهو إلى آخره، هذا غلط، غلط كبير. أنت إذا أنجبت أولاد أنت رابح على كل حال، ربحان على كل حال، سواء طلع يعني ظهر هذا الولد مسلما ولا كافرا ولا مشركا ولا عاصيا ولا فاجرا، أنت ربحان على كل حال، لأنك أنت لما أنجبت هذا الولد أو بنيتك ماذا؟ أن تنجب ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا نيتك. طيب ما عبد الله تأخذ أجر عن نيتك ولا لا؟ تأخذ أجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله ملك الجبال، ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين كما في صحيح البخاري، فقال لا مشركون، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلاب المشركين، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلماذا أنت لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ لما اللي تأخر عن الزواج، واللي ما يبي عيال، واللي يتصلون تلفون نسقطه يجوز ما نسقطه وما يجوز، واللي يقول ليش تسقطه هذا ولد بالغلط، والله كبعض الحمل صار بالغلط، حمل بالغلط، هذا أمر الله عز وجل. ناس تنفق أموال وعلاجات وكذا، وروح شوف المستشفيات عند ذول الحوام محوام، الناس ما عندهم أولاد يبذلون أموال ويعطون أبر وأدوية وعلاجات وكيماويات وما يرزقون، أنت رب على رازقك ولا تقول بس خطأ ليش؟ فالأولاد ربح على كل حال. لما؟ لأن نيتك أنت أيها المسلم أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيء. والغالب، والغالب في المسلمين أولادهم مسلمين، والغالب في أهل السنة أولادهم أهل السنة، والغالب في الموحدين أولادهم موحدين، هذا الغالب. يعني واحد مسلم إيش الغالب أولاده يصيرون؟ ها مسلمين سني إيش أولاده؟ سنة، يمكن ينحرف صح، لكن هذا الغالب. احسن الظن بالله بأن الله رزقك ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، حتى لو عاصي، حتى لو عنده قصور، حتى لو، لكن موحد. توحيد ليس بالأمر الهين. نوح عليه السلام أول الرسل ابنه لم يوحد الله، وانت يطلع لك واحد موحد، شيء عظيم أعطاك الله. أنجبوا الأولاد يا أخوان، 6 7 10، الرزق على الله، على الله الرزق. وكان بعض المشايخ يقول أتزوج وفي نيتي أن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نيتي، والله يعطي عن نية. كيف؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود، الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يفتخر فينا بأمته الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أريد أن أدخل أساهم في إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنجاب الأولاد. تربية صعبة، مشاكل، مصاريف، هذه قلة الثقة بالله اسمها. والله يا مناس فجار وتاركين صلاة وربما كفار، خرجوا أولادهم ماذا يا إخوان؟ دعاة ومستقيمون ومتدينون وأخلاق، يا أخي يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، وما يدريك ترى الصحابة آباءهم إيش؟ كفار ومشركون غافلون، رب العالمين قال عنهم ذلك، ومع ذلك خرجوا صحابة، خرجوا صحابة، أنار الله بهم مشارق الأرض ومغاربها، آباءهم مشركون. أحسن الظن بالله، هاي يا أبو محمد أحسن الظن بالله، كثم الأولاد، ما عليك، الرزق على الله، والله الذي لا إله، الرزق على الله، أحسن الظن بالله عز وجل ورزقها الله عز وجل ذرية لعل الله يصلحها إن شاء الله. ما خرج صالحا يا أخي، أنت نيتك أن يكون صالحا يا أخي. اليوم مشاكل ومصاريف ودراسة وإنترنت وفساد وكذا، والأولاد هذا مسوي لك مشكلة، وهذا رايح المقفر، وهذا طاح في الإدمان، والثاني تبي، يقول بعض العلم تدري ماذا يقول؟ يقول إن من الذنوب ذنوبا
لا يكفرها إلا هم الأولاد. يجيب لك هم لكن يطيح منك شيء عظيم من الذنوب. ذنوب كثيرة متراكبة جبال، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. نأخذ من الذنوب هذه بأسماعنا بأبصارنا بألسنتنا، متكودة ها جبال، لكن رب العالمين يبتلي عباده حتى يكفر عن سيئاتهم. حتى قال بعض العلم: لولا البلاء لقدمني على الله يوم القيامة من فاليس. يقول ما عندنا أعمال، لكن البلاء هذا يكفر شيئا عظيما. وما زال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهل تظن إذا أنت بدون أولاد ما يجيك يعني بلاء؟ أنت في الدنيا ولا في الجنة؟ أنت في الدنيا ولا في الجنة؟ أنت الآن في الدنيا كلها بلاء، يعني ما عنده أولاد ما عنده بلاء؟ لا تظن الناس هؤلاء يا أخوان يعني ما عندهم بلاء، حتى نشوف عنده أموال ولا عنده جاه ولا يأمر وينهى أيضا عنده بلاء. وأنا أذكر مرة يعني من المصادفات ما أدري كما يقال محزنة مبكية مضحكة، يقولون تن واحد مليونير أموال عنده، فقال لي: ما تقدر تقرأ علي؟ قلت: لا ما أقرأ، أنا عادتي ما أقرأ لحد. قلت: أنا ما أقرأ لحد، لكن أنت أقرأ على نفسك وأنصحك لا تروح حق أحد، وعنده فلوسه عنده أموال عقارات ويبي أحد يقرأ عليه. فقلت له، هو استحى مني لما شافني يعني ما استجبت له، قلت: أقرأ على نفسك هذا. عاد قاعد أفكر فيه أقول هذا حين يعني ما عنده يدفع أجار، ما عنده يسكر فاتورة، ما عنده يدفع مخالفات، عنده ملايين ومع ذلك مهموم يقول اقرأ عليه. فأنت المقصود من القصة هذه قصيرة، المقصود أنك لا تظن إنسان سيعيش بلا هموم. موقف لي ما تبي عيال وتقول لي مسؤولية هموم، كل الناس عنده هموم، يعني اللي ما عندهم عيال ما عندهم هموم؟ كل الناس هذه الدنيا، يقول الشيخ الثمين: جعل الله دنيا حتى لا يقتر بها العاقل. هذه الدنيا هذه حالها. فأنت خل نيتك مع الله عز وجل، توكل على الله وجيب الأولاد وارجو أن يخرج الله من صلابك إيش؟ من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالتوحيد شيء عظيم، تذكروا ابن نوح ابن نبي أول الرسل لم يوحد الله، وانت يطلع لك واحد يوحد الله حتى لو فيه ما فيه كسلان راسب مشاغب لكن موحد، شيء عظيم التوحيد. اتفقنا يا محمد؟ جايب الاثنين واقف، حرك الله يهديك. طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة في أوقات معينة، الله أكبر، تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع. إذا كانت مما يجمع يعني الظهر تجمع مع العصر، المغرب تجمع مع العشاء فقط. نعم. وكان ممن يباح لهم الجمع. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، فنصليها في وقتها على حسب حاله. نعم. وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه أو لا يستطيع تغيير ثياب أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة وليس عنده تراب يتيمم به ولا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول: أصليها فيما بعد إذا زال العذر. وهذا خطأ عظيم وتضييع للصلاة أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال. الواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته في هذه الحالة ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة. قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. نعم، هذا كثير يقع فيه كثير من الناس إذا دخل المستشفى وعليه أجهزة وعليه مغذي ما يترك الصلاة. ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة. ما وجدت ماء تتوضأ به أو يشق عليك تيمم، ما وجدت تيمم أو يشق عليك سقط عنك الطهوران، التيمم الوضوء والتيمم. ما تستطع تستقبل القبلة صل إلى غير القبلة، لأن الله قل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما تركها لا تتركها. نعم. قال: ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا بغير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء. على الصحيح يعني هذه المسألة خلاف مشهور فيها، هذا ترك تهاونا أو كسلا، أما ترك جحودا هذا كافر بالإجماع. لكن الشيخ يقول: على
الصحيح من قولي العلماء. نعم. بل قال بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم وغيره من الأدلة. نعم. طيب لحظة شوي. ترك الصلاة ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة يؤيد القول بأن إيش من تركها كافر مطلقا سواء كان جحودا أو كسلا، هاي ظاهر الأدلة. يقول لكن إيش من أراد أن يأخذ بالجمع من الأدلة فالقول بعدم خروجه من ملة الإسلام كسلا هذا أوجه، ولكن من أراد أن يأخذ بظاهر الأدلة فظاهر الأدلة يرجح ماذا؟ أن من تركها فقد كفر. لكن المهم الآن أن نعرف حتى من قال أنه لو ترك كسل لا يكفر، قال إلا أن تركه للصلاة أشد من جميع الفواحش والمنكرات. يعني لو أن شخصا ما يرتكب الفواحش والمنكرات ويرابي ويقتل ويسفك ويضرب ويعتدي وإلى آخره من الجرائم والمنكرات والفواحش ويصلي، هذا هو من الذي تجنب كل هالمنكرات وترك الصلاة. شوف إلى هذا الحد. إيش جاء في الوعيد في أكل الربا؟ ملعون شارب الخمر، ملعون سارق تقطع يده، الزاني يرجم إن كان محصنا يجلد إن كان غير محصن، الكذب حرام، الخيانة حرام. لو فعل المنكرات كلها لكان هذا أقل شرا وأهون شرا من لو أنه ها ترك الصلاة. هذا عند قول من يقول إيش أنه لا يخرج من ملة الإسلام. فكيف هناك من يقول لا خرج عن ملة الإسلام بترك الصلاة؟ فنسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه وسلم قال وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نكتب القدر عند السؤال يتفضل به. نعم حد بده يسأل تفضل. بخصوص صلاة الفجر حد الطفل إذا ما يشق عليه يقضه يتعود على طاعة الله عز وجل. نعم حتى لو ما يذهب المسجد عمره 7 سنوات تيقظ هو يصلي، لأن الصلاة في حقه مستحبة. نعم تفضل. عند الحنابل مصافحة الكافر تكره، اي ليس حرام يعني مكروه، لكن ما تقول السلام عليكم، لا تبدأه بالسلام. نعم تفضل. الشيخ العاجز عن الوضوء وضوء من الحلة. العاجز عن الوضوء هذا اذا كان في واحد يستطيع يغسل اطرافه ليس عاجزا، يعتبر في طريقه يعني. نعم احنا كتاب النفاس ما خلصنا؟ خاف انت كنت غائب. ها انتهينا منه. انت كنت غائبا يمكن او انصرفت قبل هذا. انا حاط اشاره انك وصلنا كتاب الصلاه. شككتني يا محمد، اشهدوا عليك بعد. طيب ها تفضل. صلاه في الطائره. شوف اذا ركبت الطائره ويمكن ان تصل الى المطار المتجه إليه قبل خروج الوقت فلا داعي تصلي صلاة في الطائرة. عرفتم؟ يعني واحد خرج من الكويت إلى جدة إلى الرياض فيستطيع أن يصل هناك وما خرج الوقت بعده فلا يصلي بالطائرة، إذا نزل صلى في المطار هناك. لكن في الرحلات الطويلة التي يخرج الوقت فيصليها في الطائرة حتى لا يخرج عليه الوقت، إن الصلاة من شروطها أن تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا. فحينئذ ما الذي يعارضك؟ وضوء تستطيع تتوضأ. ها استقبال القبلة تسأل أين القبلة، إذا اهتديت إليها فالحمد لله توجه وصل، إذا اهتديت إليها لكن لا تستطيع لا تجد مكانا أن تصلي فصل إلى أي جهة،
إذا ما اهتديت إليها أيضا صل إلى أي جهة. بالنسبة لي لما تركب مثل خطوط أجنبية ما يعرف قبلة ولا، اسأله عن الشرق. إحنا الآن يعني بلدنا هذه فيها اللي فيها القبلة هي الشرق، لو كنت أنت جهة الغرب قل وين الشرق، وإذا كنت أنت في جهة الشرق قل وين الغرب. إذا رحت يعني دول اللي هي يسمونها شرق آسيا، ها قل لهم ها وين الغرب، وين تطلع الشمس وين تشرق، حتى الكفار عارفوا وين تطلع وين تشرق. فاتجه إلى جهة الغرب وصل، إذا رايح أنت الغرب اتجه جهة الشرق وصل. واضح؟ نعم تفضل. لا إذا في مكان تقوم في الطائرة، مكان تجهيز الطعام مثلا وكذا وتصلي، إذا ما في تصلي على الكرسي، لكن إذا في لا تصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، ما يسقط عنك شيء إلا إذا عجزت عنه. يعني أنت تستطيع تقوم، قم. لماذا تجلس؟ طائرة يقوم. أنت شوف المرتبة الأولى تبحث عن مكان داخل الطائرة وتصلي، ما وجدت فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تستطيع، اللي ما تستطيع يسقط عنك. نعم شيخ، الرحلات الطويلة صادف أكثر من صلاة، وما أعلم الوقت بالضبط في الصلاة. يقول ما أعلم الوقت في الصلاة، يعني ترى هذا سهل جدا. أنت الآن بفضل الله عز وجل رب العالمين فرض الصلاة جعل علامات واضحة، لأن كل مسلم يصلي، عربي عجمي مثقف متعلم رجل امرأة، فالعلامات سهلة ها جدا. طلوع الفجر أول ما تشوف صار إسفار، يعني أسفرت الدنيا، ها تحولت السماء من سوداء إلى بدت تصفر، هذا دخل وقت الفجر، صل قبل أطلع الشمس. طيب صلاة الظهر والعصر ممتد عندك إلى إصفرار الشمس، تشوف هذا بدت بيضاء بدت تصفر أو قريب من الإصفرار، معناه أنه إيش دخل وقت الظهر والعصر، صل الظهر والعصر. غابت الشمس صار ظلام واضح، يعني دخل وقت المغرب ووقت العشاء، صل المغرب العشاء. سهلة ترى جدا. أنا رحت إلى أمريكا ركبت صليت في مطار الكويت الظهر والعصر، طبعا اتجهنا إيش مع الشمس، فما صليت في الطائرة ولا صلاة، مصلي الظهر والعصر. متى صلي المغرب؟ إذا غابت الشمس، هي ما هي راضي تغاب، 12 ساعة ما غابت، إحنا وراها وراها وراها، فما صلت ولا صلاة في الطائرة، لأن صلاة المغرب متى تجب؟ إذا غربت الشمس. لما نزلنا مطار نيويورك ليل صلينا المغرب العشاء تمام، بالرجعة ركبنا الطائرة الساعة 8 الصبح، تونا طائرين دخل وقت الظهر، إيه صليت الظهر والعصر، شوي ظلمت الدنيا صليت المغرب العشاء، طلع الفجر صليت الفجر، نزلنا الكويت الساعة 7 الصبح، ماشي هناك الساعة 8 الصبح، مو ساعة 12 ساعة، لكن دخلت 5 أوقات، صليت ظهر وعصر ومغرب عشاء وفجر، بينما الروحة ما صليت ولا صلاة. فالأمر سهل جدا. واليوم ترى بعد فيه إنترنت ما إنترنت، يعني حتى الأجانب هذول قلت أوقات الصلاة أوقات، إحنا فوق أي بلد يعلمونك، مسلمون يعني ما تتصورون إيش كثر من تشريف الدنيا، حتى الكفار عرفوا أن المسلمين والسنة يعني من الخدمات اللي يقدمونها، يعني الخطوط نفسها حاول كواحد يقدم شيء أحسن، تقول له تعال وين القبلة، وين السعودية، وين الجزيرة العربية، يعلمك يحاول وصل، ما يقولك لا عشان أنا خدماتي أنا أحسن، شو اللي تبي شو اللي تامر، يقول له كيت كيت، يعلمك. حتى الكفار جربناهم يعرفون يعلمونك. ها طلب يدرسون الخارج والله الذي ارتاح لي ارتاحت نفسي له اللي سافر سنوات 4-5 سنوات هذا مقيم لا يقصر ولا يجمع، يجمع إذا كان في حاجة للجمع، ولا الأصل يصلي كل صلاة في وقتها وتامة. ليس صح في فتوى أخرى وما في بعدك واحد يقول في فتوى، أعرفنا في فتوى ويقول فيها شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا تكلمت معه، أنا كنت أدرس عند الشيخ في السعودية وأنا كويتي، فيقول لي طيب الحين أنا يعني أقعد 4 سنوات هنا ما أقصر الصلاة، قال لا تصلي جماعة معنا 4 صلاة، إذا فاتتك تصلي ركعتين. فقلت طيب وإذا دخل رمضان أفطر بعد؟ قال لا أخشى لي يتراكم عليك،
طيب خلاص افطروا تراكم تراكم انا اللي راجع لي الامر. فلما قال اخشى تراكم ما ارتحت سبحان الله فاصلي اربع ركعات حتى لو فاتتني اصلي اربع ركعات. طبعا هذا كلام عامه المشايخ الشيخ مباز وغيره وكذا، لكن كونه في كلام حق الشيخ ثمين نعم صحيح. لكن واحد يبقى اربع خمس مرات سبع سنوات يدرس طب مثلا بعض الماجستير دكتوراه ويقصر. وانا اعرف واحد ليبي شفته في بريطانيا قبل 15 سنه يقول ما ادري متى ارجع ليبيا، وقاعد بريطانيا واخذ جنسيه جواز بريطاني وقاعد يقصر لحد الان. قبل ايام ليست بكثيره ارسل لي رساله يطلب رقم تلفون واحد، قال ارسل لي رقم تلفون. قلت له لحد الان تقصر؟ قال لي نعم 15 سنه صار له قاعد لحد الان يقصر. راح القذافي وطاح القذافي ولحد الان يقصر الصلاه. بعض مصر سبحان الله يتساهل ايش ركعتين ويجمعها ركعتين ويجمعها وياخذ على هذا الشيء. عرفت شلون؟ يعني الظهر عصر ركعتين ركعتين صليهم يلا. اما بيروح يصلي الصلوات بعدين سبحان الله اللي ما يعتاد الصلاه وما يحافظ عليها تهون عليه. لكن تخلي واحد حافظ على الصلاه تفوت الصلاه، ذاك اليوم يحس ان هذا اليوم مو من حياته ما يقر له قرار، لان اليوم الفجر طافت الصلاه كانه خسران شيء، بل هو فعلا خسران شيء. لكن اللي ما يصلي ما عنده احساس، اللي تارك الصلاه اصلا ما دخل الوقت ولا خرج الوقت. لكن بعضهم وجد بعض الناس كبار السن من كثر ما اعتاد على الصلاه اذا فاتت يبكي، ايش فيك تبكي؟ قال فاتتني الصلاه. يبكي بكاء. هذا لان الصلاه صارت عنده ايش؟ شيء عظيم في نفسه. شيء عظيم اهم شيء عند الصلاه. لكن اللي تهاون فيها ربما 15 سنه لحد لا نخسر الصلاه. تفضل. تعامل شلون مات شلون تعامل معه؟ يعني طبعا هو الذي يقول انه كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انا قلت هذا واعيد مره اخرى، دائما الشيخ الثمين من باب الترهيب يقول تارك الصلاه كافر لا يغسل ولا يكفن، وليتق الله من له ولي تارك للصلاه لا ياتي يقدم المسلمين حتى يصلوا عليه وتارك الصلاه، بل يذهب به إلى البر ويحفر له حفرة ويدفنه حتى لا يؤذي المسلمين بجيفته. هذا يقول الشيخ الثمين باب التحذير، يعني مو تروح تسويها والله تجيك الأدلة الجنائية وتروح وراء الشمس فين ودافن لك واحد بالبر وماشي. انتبهتم؟ يعني حتى لو هذا الكلام ليس من باب الحقيقة أنك تروح تدفنه الآن غير متمكنة، ما يستطيع يفعله الإنسان الآن. لو وجدوا جثة متفحمة ولا مو هذا ولا متحلل من سنين أتت الأدلة الجنائية وقاموا يحللون من هالشخص ويفتحون الملفات الناس المفقودين مبلغين عنهم في واحد مفقود هذا هو ولا مش هو. انتبهتم؟ مش واحد ترى صار تاخذ تودي البر تحفر له بشبل وتقطه وتقول الشيخ الثمين قال. الآن حتى لو قال الشيخ الثمين الكلام في هذا الوقت في هذا العصر ما يمكن فعل هذا. انتبهتم؟ هذا الأمر في دولة منضبطة فيها مباحث فيها شرطة فيها داخلية فيها محاكم فيها أدلة جنائية فيها بصمات فيها كذا فيها، ما تستطيع ترمي لك واحد وتحطه وتحفر له تقول والله تارك صلاة. خلاص تارك صلاة تارك صلاة. هذا لو كان الأمر بالإمكان يفعل واحد هذا الفعل، لا سيما وأن إيش عامة المذاهب بأن تارك صلاة تساهلا ليس بكافر، فكيف أنا أذهب وأرميه في البر؟ هذا أمر صعب جدا تطبيقه. ولا سمعنا حتى في احنا القصيم عند الشيخ الثمين اربع سنوات ما سمعنا في واحد راح رمى له واحد بالبر، مع ان هذا كلام مكرر ويقوله ويش وعلى المنبر، لكن ما سمعنا ولا واحد، ما سمعنا يوم من الايام في واحد بعنيزه ببر بريده ولا قاطين ورامينا ودافنينا، كلهم ودنه المقابر. لكن هذا الكلام فعلا يرهب الواحد، يرهبك انت ويرهب الناس الاخرين. شيء اسمه ترك الصلاه هذا خطير جدا جدا. لو قيل هذا المكان ملغم بتفجيرات واذا انت مصدق تخرج من الشباك بعد مو من الباب، فكيف يقال لك جهنم وراك اذا ما صليت؟ زين متكاسل قوم صح، لو كنت انت مؤمن بان وراك جهنم اذا ما صليت صح، لكن هذا معناه انه مش مصدق انه في جهنم سيدخلها اذا ما صلى. فالامر خطير جدا جدا جدا. كسلان انك تصلي؟ بعضهم والله يا اخوان رياضي يعمل حديد كمال اجسام تارك الصلاه، يقول عجزان ما عجز تحمل حديد عجزان تصلي؟ ايش التربيه هذه؟ يحتاج الانسان يربي نفسه، اقنع نفسك قناعه تامه
لا بد لك من هذه الصلاة، لا تعيش بدونها، والله ما يقر لك قرار وأنت على خطر عظيم في قيامتك في آخرتك إن ما صليت. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.